هاي انا ملينا، بحب كثير ادرس بس من ورا فيروس ما بقى فينا نروح على الكلب، فانا بس خلي الدرس بكير. فيني حط موسيقى او ارقص هيك وكيف. أثبت الدراسات العلمية الحديثة إنه من أهم الطرق يلي فيها نتبعها كرمال نقدر نتخلص من الخوف بزمن الكورونا هو التركيز على الذكاء العاطفي emotional intelligence. نجرب قد ما فينا نسيطر على المشاعر ونجرب نركز على الطاقة يلي عنا إياها، بالإضافة أكيد إلى الرياضة والأكل الصحي والنوم والتخفيف من الستريس والابتعاد قد ما فينا عن استخدام الموبايل. انتو كمان فيكم تعملوا هيك بالبيت وتحطوا موسيقى يلي بدكم اياها، بس المهم انه نضل عم نتحرك كمان. انصح